مساء الخير اعزائي مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا. احنا دايما متعودين ان الوحده الوطنيه ما فيهاش كلام، احنا دايما متعودين بالحاجات الجميله جدا من اخواتنا الاقباط، سواء كان بقى في عيد الفطر، في عيد الاضحى، سواء كان بقى في المولد النبوي الشريف. الاستاذه امل فاجئتنا بحاجه جميله جدا جدا لما نزلت مبادره على النت وبتقول يا جماعه بمناسبه المولد النبوي الشريف انا عامله على كل شجرتين شجره هديه. يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا. طبعا احنا اول ما سمعنا المبادره الجميله دي قلنا لازم نيجي نصور معاها ونشوف الوحده الوطنيه الجميله، بس هي بتقول كل اللي يجي ياخد بقى يجيب حته حلاوه، واحنا طبعا ما نسينا نجيب لها حته حلاوه معانا. الوحده الوطنيه الجميله مع الاستاذه امل بنت قريه مليج التابعه لمركز شبين بمحافظه المنوفيه، اللي هي عملت من بيتها اسطوره، عملت من بيتها ومن جنينه بيتها زي ما حضراتكم شايفين المشتل الجميل ده. هنتكلم معاها ونشوف الفكره الجميله جات لها ازاي، ونشوف بقى الهديه الجميله اللي هي بتديها لكل اللي بيجي بمناسبه المولد النبوي الشريف، ومش مقتصرها على يوم واحد يا جماعه، لا ده المبادره لمده 5 ايام. ازيك يا استاذه امل؟ الله يسلمك. طبعا احنا مبسوطين جدا من المبادره الجميله اللي انت عاملاها، وقولي لنا بقى فكره المبادره جات لك ازاي. اولا انا اكثر سعاده، ثانيا انا بعمل مبادرات لكل الاعياد بتاعتكم والاعياد بتاعتنا، وما فيش حاجه طبعا اسمها بتاعتنا وبتاعتكم، كل تمام. اعيادنا. ايوه كده صح. بعمل المبادره دي، فانا عامله عشان المولد النبي كل سنه وانتم طيبين، ان كل زرعتين عليهم زرعه هديه، سواء الشجر المثمر او شجر الزينه. ورينا شجر الزينه اللي عند حضرتك ده. شجر الزينه ده شجر فل كبير، ده شجر زينه. وده وسط. فانا يعني كل شجرتين، كل شجرتين من اي نوع هو يختاره عليها، مثلا فل هديه، فلفل مكسيكي هديه. كلمينا دورينا ايه موضوع الفلفل ده، تعالي كلمينا الفلفل الجميل ده يا جماعه. حد جرب الفلفل المكسيكي ده ولا روسي؟ الروسي. ده روسي، حتى الفلفل بقى روسي. بيبقى له شكل كده عامل زي الورده، والله هو شكل الستات الروسيه الحلوه اللي احنا بنحبها صراحه يعني. وبيبقى حراق، فلفل حامي. الفلفل، شايفين الفلفل الروسي؟ حد شافه قبل كده؟ جميل جدا طبعا. تمام. قلت برضو على اي شجرتين مثمرين هنا، ورينا الشجرتين المثمرين. ده ليمون، ده ليمون مثمر اهو. ايوه جميل جدا. ودي حاجه اسمها كيمو كوا. اهي مثمره اهي. اهي جميله. اي شجر احنا بنجيبه بيبقى مثمر، لان حاجه هو بيطعم اي شجر في الدنيا في موسمه مثمر. تمام. يعني انا كل الشجر ده بجيبه في موسمه مثمر. يعني كل شجرتين من دول عامله عليهم شجره هديه. اي هديه بقى اي حد بيختارها يعني. وده ام الفواكه. ام الفواكه اللي فيها طعم كل الفواكه. الباشن فروت. الجمال طبعا كله في المبادره نفسها، يعني احنا عايزين نتكلم معاكي بجد. المبادره اللي حضرتك عاملاها ديا اكدت الوحده الوطنيه اكتر، وكمان حاجه جميله انك تشعري نشعر كلنا ببعضنا. ايه الحاجه الغريبه ديا؟ ده حشيش ده ولا ايه يا استاذه امل؟ اسمها حشيشه ليمون، ده للمغص، دي للالتهابات، اي نوع من انواع المغص. اغلي بس ورقه كده، تحفه تحفه تحفه، وتقضي على المغص على طول. جميله. والزرع ده ايه؟ دي حاجه اسمها وينكه. وينكه؟ بتعمل ايه الوينكه دي؟ بتطلع واحده بتعمل حوض، حوض زهور. يعني بتعمل شجره زينه. شجره زينه. ايه ده؟ ده الصبار بتاعنا ولا ده ايه؟ لا ده ورق لورا. ايه لا ده. ده صبار شمعدان، ده بيدي طاقه ايجابيه جوه البيت. يعني هو نبات ضل جوه البيت، شمعدان الذهبي ده. يعني لو اي حد منكد على التاني، يعني لو بصي جوزك بقى منكد عليك عايزه طاقه ايجابيه في البيت، قومي جايبه بتاع زي دي. ولو انت نفس الكلام مراتك منكده عليك، ممكن تجيب اللي بتدي الطاقه الايجابيه دي. انا يعني كل الستات تقريبا هتنزل تجيبها، وكل الرجاله هتنزل تجيبها، علشان احنا كلنا عايزين طاقه ايجابيه في البيت صراحه. الحاجات الجميله دي. كمان انت قلت لنا ان في حاجه اسمها مورينجا، المورينجا دي لها فوائد حلوه. المورينجا دي بتستخدم لالتهابات القولون والمعده والكبد والتخسيس وحاجات كتير جدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم امين يا استاذه منى، تسلمي. استاذه منى بتقول كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي بتتكلم بتشيد بالمبادره بتاعت حضرتك. استاذه امل قولي لنا، صدى المبادره يعني الناس كانت مبسوطه بالمبادره دي؟ طبعا انا يعني ناس كتير طلبت عروض بمناسبه المولد.
احنا انت حضرتك برضو قلتي لي انا مش ببص للي هي المولد النبوي بس، ده في كل المناسبات. ايوه لو يعني مناسبه وطنيه، مناسبه دينيه للطرفين، اي اي حاجه، مناسبة بتعملي اي عروض؟ مناسبه بعمل عليها عروض. اولا بشارك الناس في فرحهم او حتى في زعلهم، يعني كان في مره حد شهيد انا برضو طلعت على روحه زرع هديه، يعني انا وحضرتك قلتي يعني سواء فرحه او او حاجه مأثره على الناس كلها بشاركهم فيها. اما يكون حدث، يعني حدث كده بتحبي تشاركي فيه، سواء كان برضو بقى المناسبات بتاعتنا برضو الاعياد، انت قلتي في اعياد بتعملي فيها، ايوه كل، لا مش كل الاعياد، كل الاعياد بتعملي كل فيها الاعياد بعمل فيها عروض عشان تبسطي الناس، عشان ابسط الناس. والناس كلها مبسوطة طبعا من المبادرة بتاعت حضرتك يا أستاذة أمل، المبادرة الجميلة اللي فكرت فيها، بتبسط الناس وبتفرحهم يعني، وبتأكد كمان الوحدة الوطنية من كل الجوانب. يعني احنا برضو كنا صورنا مع أستاذ أشرف قبطي وبيشتغل في حلاوة المولد وبيحس كمان بالمولد زينا زينا زيه بالظبط، حضرتك سمعتيه أكيد وشفتيه. أصلا الزرع اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الزرع الهدايا أهي هي ده، دي دي فل فلة، فل ده بيضاء. فلة الوسط اللي هو الصغير، ده الكبير الشجر، فاحنا قصينا الفل كله وريني منه. كده، وريني الحاجات الحلوة اللي في ايدك دي. لا ده فل احنا شلناه نشف، فبنقعد نشيل منه كده من الشجر. هو الفل بيبقى ابيض في الاول بعد كده بيصفر؟ ده خلاص الفلة دي اولها، هي لسه دي بتفتح. اولها وهي بيضاء، ده كله كان ملان فل، احنا دلوقتي بنقطفه. ريحته بقى بتفضل فيه يا استاذة امل. ريحته فيه، بنقطفه لغاية بقى ايه ما يجدد ويزهر تاني. يعني احنا قطفنا ده كل الفل اللي احنا قاطفينه ده هيملى فل تاني. يعني المبادرة عايزين نقولها برضو للمشاهدين اللي هي ايه، كل ايه، اي زرعتين عليهم زرعة هدية سواء زينة او شجر. بسم الله ما شاء الله، طبعا مبادرة جميلة جدا. كل الزرع اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، كل الزرع حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة اهو، كمان دي ام الفواكه حاجة جميلة جدا جدا، زهرت ام الفواكه. احنا لسه واخدين منها الثمر وبتدي ترد زهر، هي طول السنة، طول السنة مثمرة. مثمرة طول السنة. يعني احنا خدنا منها الثمر دلوقتي في شهر 8، اخر الثمر شهر 8 تبتدي بقى تزهر تاني، والثمر شهر 2. وايه الحاجات دي؟ ده ورق لورا. هي اللورا اللي هو بنستخدمه في الشوربة وفي المحشي وفي ده ورق الحاجات دي. لورا. الفلفل الروسي ده فكرة جديدة يا أستاذة أمل، فعندك في المشتل هنا؟ لا بجيبه من فترة، بجيبه من زمان. في يعني فلفل متجرب يعني؟ في فلفل مكسيكي وفلفل روسي، في كمان ده مكسيكي. الروسي. المكسيكي ده المكسيكي بقى اللي هو الصغير قوي، والشطة عامل الروسي زي الشطة الصغننة دي. صغير قوي. ده ورق لوري ده ولا ايه اللي هناك ده؟ لا دي شوفليرة، يعني دي ايه؟ نبات ظل جوه الشقة، ده يعني شوفليرة. ممكن نحطه من غير الشمس. وده زرعت ايه؟ دي اسمها جنكيزة، نبات ظل برضو، ظل وشمس، بس بتبقى حلوة اكتر في الظل. ودي دراسينا برضو، ظل وشمس. طبعا استاذه امل يعني مش هقول لحضراتكم اكتر من ان هي حاجه كده صيدليه متنقله في الزراعه بالذات، يعني في كل المزروعات تقول لك ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل. كمان جابت لي بسم الله ما شاء الله شجره كان فيها ورد وكان حصل لها ظروف صحيه. قول لنا يا استاذه امل الظروف الصحيه وايه اللي حصل في الزرعه بالظبط. هو انا يعني غبت شويه عن المشتل بتاع 10 ايام او 12 يوم، كنت تعبانه، فلقيت الحاجات في الزرع اللي بيسقي ما سقهاش، فوقعت ورقها كله ورده، يعني وقعت ورقها كله ونشفت. فلما ابتدي اهتم بيها تاني طبعا جددت واتملت ورق. يعني لو اي زرع عندنا مات شويه كده او حاجه ممكن نحييه تاني بالميه ونحييه ما يقس منها. ما كل يقس يعني. اسبوعين نعمل ميه بخميره بسكر، لترين ميه على معلقه خميره على معلقه سكر، نسقي الزرع كله وبعديها نسقي ميه حلوه. يا جماعة ركزوا بقى، من اللترين ايه؟ لترين مية على معلقة خميرة على معلقة عسل أو سكر، نسقي بيهم الزرع كله. وبعد ما نسقي ده الزرع حاجة زي الفيتامين كده. كل أسبوعين، وبعد ما نسقي الزرع كله نسقي مية حلوة، لازم نسقي مية حلوة بعديها عشان ما يبقاش تقيل على الزرع. النصايح هي النصايح زراعية جميلة. احنا النهاردة كنا مع الأستاذة أمل صاحبة المبادرة الجميلة، استاذ امل صاحبه المبادره الجميله لكل شجرتين شجره هديه بمناسبه المولد النبوي الشريف. حاجه جميله جدا هنا صراحه في قريه مليج تبع المركز شبين بمحافظه المنوفيه. شكرا اعزائي المشاهدين.